الأطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني. are dynamic and will be updated periodically. On the Algeria tours website that we have also information page regarding and compatible with different screen size and hand. سيد المستشار الفاضل للرئاسة. <laughs> and and الجمهورية المكلف يشكل هذا الموقع الإلكتروني أرضية هامة تتضمن معلومات قيمة حول هذا الحدث العالمي. كما يعتبر همزة وصل بين المنظمين والمشاركين في كافة أقطار العالم كونه يحتوي عدة فقرات علمية وصحفية يوفر فضاء معلوماتيا حول هذا الحدث الهام في مجال الغاز. أود أن أعبر نيابة عن المنتدى عن شكرنا وامتناننا وتقديرنا للجزائر على استضافتها الكريمة للقمة السابعة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. كما يجب أن أنقل تقديرنا الصادق لكل لكل من شارك في التخطيط الدقيق لهذه القمه وفي التحضير لها. واود ان اوجه التهنئه الخاصه للفريق الذي عمل على موقع القمه على الويب لعملهم المتميز كما رايتموه.